خلينا نشوف امتحان سابق. طبعا السؤال الأول قطعة خارجية، قطعة عليها أسئلة، القطعة عليها من 5 إلى 7 درجات أو 8 حسب القطعة. ممكن يكون عليها أسئلة صح وخطأ، اختيار متعدد أو مقالي، أو كان مثلا الضمائر عليش بتعود it و they و he و she إلى آخره. هاي امتحان عليه قطعة جاية من الوحدة الأولى أو الثانية، الكولد درينكس، يعني عن الكولد درينكس، وشغلية قطعة بسيطة أتفه من اللي معاكم، وعليها 7 درجات. السؤال الثاني الفوكابيولري، كلمات 8 و8 16، عليها 16 درجة. السؤال الثاني الكلمات تقريبا قول من 10 إلى 16 درجة. هذه كلمات ممكن كلمات تعبيها فراغ، أو كلمات تعطيني تعمل ماتش مع الكلمات نفس المعنى، الماتشنج أو تعبئة الفراغ. هنا جاي لك سؤال 8 كلمات وجايب لك 8 معاني، كل كلمة تكتبها جنب المعنى تبعها، عليهم 8 درجات. خلينا نشوف الكلمات مع بعض نكتبهم. انرجي، بيك، هذه الأربع كلمات. ثمان كلمات وجايب لك الحين كلمة، وإيش اللي عقبالها تكتبيها عقبالها؟ remains، بلاش منها. supply، لا مش عارفها تسيبيها للآخر. هنا عندنا 8 و8، خلي واحدة أو تنتين تصيري أنت إيش الخيار أقل. سبلاي ايش المعنى هنا؟ بروفايد، هاي واحدة بروفايد خلصنا منها. طيب الاولى ريمينز، بلاش بقايا، مخرجات، فوسل فويل. طيب باور، انرجي، خلصناها. اللي بعدها تشوز، بيك، هي بيحفظ بيك اوت صح، تشوز يختار. بلنتي، بلاش بلان وذاوت ا بايلوت، بلين وذاوت ا بايلوت، بلين طيار، اللي هي درون. درون زنانة، طيارة من غير طيار. A plane without pilot، بدون طيار. طيب use harness، calm هدوء، lull اللي هو هدوء. إذا عندنا plenty إيش معناتها؟ وفرة أو كثرة. plenty of winds مرت علينا ولا لا؟ وفرة في الشرق الأوسط، في وفرة في الرياح، عشان هيك بيستخدموا الطواحين الهوائية. abundance، في
في عنا أربع كلمات تانيات بدنا نعبيها في فراغ. energy هاي هارنس استخدمت اكثر من مره. هاي اربع كلمات energy, blanket pump, blind up, harness. هن نقرأ الجمل فيها فراغ. كل كلمة يعني عندك أربع جمل أربع فراغات، يعني الخطأ باثنين، الخطأ بدرجتين. People are finding in new ways to. To إيش بيجي وراها؟ The power of sunlight. People are finding new ways to فراغ the power of sunlight. Harness. Use. يستخدم. عندهم طرق جديدة في استخدام. اللي بعدها. Burning fossil fuel is a main فراغ source. Energy. Energy source. An Israeli commander told his troops to فراغ the area. Blanket bomb. تدمر تدمير شامل. Israeli tanks were فراغ on the east side of the camp. Lined up. كانت مصفوفة في الجهة الشرقية من المخيم وبلشت تقصف. كمان سؤال. هاي 8 و 4 12 كمان 4 هاي 16 درجة. على كل كلمة درجة. فينا أربع كلمات. Provides. Victims. Convert. Stand. Solar cells. شو solar cells؟ Solar cells. خلايا شمسية. Are devices that فراغ sunlight into electric energy. Convert. تحول ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية. Convert. I was فراغ. I was فراغ. هنا بدها تكون ايش؟ انا كنت بدها تكون صفة. I was فراغ to know that you lost your mobile. Stand. I was stunned. انا كنت مذهول لما عرفت انك انت فقدت جوالك، جوال مثلا جديد وغالي. Okay. In the war there are lots of victims. اللي هي ضحايا. Every day the sun فراغ us energy. Provides us energy. السؤال اللي بعده ثلاثة. الاختيار أبو عمار. اختيار متعدد. عليه 16 درجة. برضو من 10 ل 16 درجة خلينا نقول. في الامتحان هذا عليه 16 درجة. كم سؤال القواعد؟ 10. 10 على 16 درجة؟ لا 10 عليه 10 درجات في له باقي 4 4 زي المرة الفاتت. هنا الدرجة على كل واحدة. عندنا ثلاث خيارات. هي في الحالة هذه طلعوا على الخيارات. عشان تعرف تدوروا على ايش؟ على زمن، اذا كان مثلا التصريف الاول والتصريف الثاني والتصريف الثالث، زمن. اذا كان سينس فور ولا وايل ولا وين ولا بيفور ولا افتر، تصير انت تعرف على ايش تدور على المفتاح. واضح؟ عندنا روت خيارات، هاز ريتن، هاد ريتن. روت
ماضي بسيط. عندنا روت ايش تستخدم في اي زمن؟ مالك احكوا روت باس سمبل هاز ريتن بريزنت بيرفكت هاد ريتن باس بيرفكت. طيب خلينا نشوف. سمير فراغ 3 ستوريز سينس 2009. شو عندنا مفتاح؟ has written مفتاح since. since مضارع تام تأخذ سمير إيش بيأخذ؟ has مش have. has زاد plus past participle. not have haven't has not. they فراغ established a new company yet haven't. عندنا في yet في نهاية الجملة إذا تكون منفية مش سؤال إذا لازم تكون منفية. haven't ولا not have؟ haven't. ثلاثة. three years كتابة three years ولا 2010 الخيارات. رامي طب three years و three years التنتين نفس الاشي اذا هذيك الصح. صح ولا لا؟ التحليل ليك لما اقول لك الحين ايش بيشوف السؤال. رامي has studied french since. سنس ايش تاخذ وراها؟ زمن محدد. سنس ايش؟ 3 years 2010. سنس 2010. خيارات سنس فور يت وضحات. they have worked in Italy فراغ 2010. سنس was is did was is did. The weather فراغ fine last night. The weather was fine last night. Do does did. بداية سؤال. فراغ you visit your uncle last week. Did. لما في last week. ماضي. زين السؤال يكون إيش؟ في الماضي. Did you visit your uncle last week? When, while, after. واضحة. فراغ he was riding his bike he fell down. while ايش بيجي وراها؟ طيب ايش اللي جا عندنا؟ while he was riding his bike he fell down. was watched were watching was watching were watching تنتين present continuous watched past simple. I فراغ a very good film yesterday evening. I ليش watching was watching ليش؟ زمن محدد في الماضي. yesterday لحالها كان نقول watched لكن yesterday evening اليوم امبارح المساء حددت الزمن في الماضي. لا زي قلت لكم last Monday evening I was watching the match. occur حدث معناته. was occurring occurred. while هنا قاعدة while يعني سهلة لكم. while he was driving to the college the accident أكر was occurring ولا occurred؟ occurred ماضي مستمر. إيش بجي وراها؟ ماضي بسيط. آخر واحدة doesn't didn't wasn't. it فراغ rain last night. it فراغ rain last night. doesn't didn't wasn't. didn't what last night didn't. السؤال بعده مطلوب بين do as shown in brackets. brackets افعل ما هو مطلوب منك. ايش بالعربي؟ اكتب المطلوب.
عليه تقريبا 4 درجات. المطلوب عقبال الجملة، خلينا نشوف الجمل. هي use while use when use while use when، تنتين جملتين على while جملتين على when. خلينا نشوف the fisherman's wife was crying. Full stop. The reporters were talking to her. برضو هذا من الكتاب. The Fisher Man weren't working. في التنتين بقول لك use while. The fisherman's wife was crying. The reporters were talking to her. إيش؟ while في النص والثانية. هنا الزمن إيش؟ ماضي مستمر. هنا ماضي مستمر. يعني متساويات. فبتنحط while وين؟ والتي بدها تصير small letter تنشال الفاصلة. See the fisherman's wife was crying while the reporters were talking to her. Next. Weren't working ماضي مستمر. Were patrolling برضو ماضي مستمر. برضو في النص. طيب. طيب لو عملناها قدام في البداية. While the fisherman's wife was crying, the reporters talked to her. هنا نفس الشيء. While the fishermen weren't working, the Israeli gunship patrolled the area. واضحة؟ استخدام while. الحين نشوف استخدام when في جملتين. هذا خليكم تصوروا الامتحان. It was raining. لا استخدم while وين بدك. في التنتين بقول لك use when. It was raining, the lightning struck the tree. هنا was مضارع مستمر ماضي مستمر، هنا ماضي بسيط، فوين وين بدها تكون؟
وين بالنص تي فاصلة بتنشأ. هنا هنا سؤال الذكاء، هنا ايش؟ ماضي مستمر، وين لا تكون في الوسط، بعد هذا يكون ماضي بسيط، لازم يصير ماضي بسيط. ايش هنا كان وير سيينج، ايش بدك تحولها ماضي مستمر لماضي بسيط؟ ايش بيصير؟ سو صعبه. نمسح. السؤال الخامس، ترجمة 6 درجات تقريبا، 6 جمل كل واحدة علامة، 4 جمل من إنجليزي العربي وجملتين من عربي الإنجليزي. بالنسبة للنموذج هذا، الجملة الأولى من عربي الإنجليزي العربي، كلهن مرن علينا وكلهن بسيطات، مجرد ما أقراها أنت أوتوماتيك حتتذكروها وحتكتبوها. The university celebrated its 35th anniversary last week. في ذكراها الـ35 الأسبوع الماضي احتفلت الجامعة بعيدها الـ35 الأسبوع الماضي. طيب السؤال الثاني، الجملة الثانية، سمير has done his graduation project on alternative energy. وضحي عيدي تاني. سمير عمل مشروع تخرجه عن الطاقة البديلة، مرت ولا ما مرتش؟ ثالثة، هذه صعبة شوية. A bird may be known by its songs. المكتوب معروف من عنوانه، أو الطائر يعرف من صوته. طيب آخر واحدة من الإنجليزي العربي، I haven't received any criticism for my behavior in the college. I did not receive any criticism. Criticism نقد. لم أتلقى أي نقد لأفعالي في الكلية. أنا لم أتلقى أي نقد على سلوكي في الكلية. الحين من عربي الإنجليزي، لم أقابله منذ زمن بعيد. For ages. I haven't seen him for ages. For long time. اجتاز الطالب الامتحان بجدارة. أيوة بجدارة. إيش؟ aptly. قلنا aptly deservingly. أسهل كلمة فيهم. The student passed the exam aptly deservingly. السؤال الأخير اللي هو الرايتنج، سبع علامات يعني 7 أسطر. لا هو خمسة كويس. كبر الخط شوي بس إنه 7. المهم لا احنا بنبي على المتر، على المتر بنقيس بالشبر. يعني التعبير له معايير ثانيه؟ لا لا، التعبير الخط الشكل كمان المعنى ايش كاتب. يعني هذا المفروض اول سؤال تكتبوه. سؤال القطعه خلوه للاخر في الامتحان. سؤال القطعه يعني طلع الامتحان ساعتين. الحين في طلاب ايش بيسووا؟ طالبات بيمسك القطعه بينسى حاله فيها،
طلعي راح ساعة، راح ساعة من الوقت وهو بيحل في القطعة، خلص في سؤال بده يجيبه بده يجيبه، برجع لكل سؤال برجع للقطعة يقراها، ما كل مرة كل مرة على كل سؤال روح يقرأ القطعة، طبعا بياخذ معه وقت.